المرة اللي فتحناها على الذهب تكلمت عنها في البداية، قلت بأن احنا راح نشتري ذهب أو اشتريت ذهب أصلا قبل ما أدخل في الصفقة. نقطة الدخول كانت تقريبا 1786، سوى الصعود هذا كله ولا زال قاعد يسوي صعود، لكن ما أعطاني للحين أي إشارة للخروج. شنو إشارة الخروج؟ الناس اللي قاعدة تتابع أو اللي تابعت البارت الأول، إحنا قلنا بأن الغيمة هذه تكبر وراح تعطينا حجم شبيه بحجم الغيمة بوقت الدخول، وبعدين راح يعطينا خط الموفينج أفريج الأصفر، راح يعطينا انحناء أو كيرف فوق الغيمة، وهذه هي راح تكون إشارة الخروج. لاحظ بأنه عطى ربح تقريبا، راح ل 1799 فوقها بشوي، بس ما عطى إشارة الخروج للحين. أنا كنت داخل في الصفقة قبل لا أدخل في اللايف، أعطتني تقريبا 990 دولار أو 970 دولار، سكرتها وأنا بالبريك، قلت عشان إذا دخلت وخذتني السوالف وقمت أشرح عن شيء ثاني ما أركز وايد بالصفقة. لكن هي عادة صفقات الذهب على الون منت والفايف منتس بعد وايد مهمين ووايد حلوين. سبعة ونص راح نكمل، باقي دقيقة، احنا وعدنا الناس ان سبعة ونص راح نكمل، فراح اسوي الحين اعادة للشرح بشكل سريع، وبعدين راح نروح على امثلة اكثر، راح نفتح قناة التليجرام ونطلع وايد امثلة، راح ندور على فرص كاملة حققت ربح وفرص اعطتنا السيناريو الثاني اللي هو الخسارة، راح نشرح شلون طريقة التعامل معاها، وبآخر جزء راح نتكلم عن الكميات والإدارة اللي ننصح فيها، طريقة الخروج بالربح والخسارة. شنو معلق؟ فاخر شيء يعني اذا راح تسمحون لي راح افتح اخر شيء الكومنتس اللي قاعد توصل في الواتساب وايد وما راح اقدر ارد عليها، واكتشفت ان التليفون اللي اعطوني اياه في اوتو ريبلاي فوايد قاعد يضيعني ماني فاهم، لكن راح اسوي لايف اخر شيء اخر جزء راح اخذ فيه الكومنتس كلها والاسئله كلها، وإن شاء الله نقدر نجاوب على أكبر قدر ممكن من الأسئلة. يلا بسم الله، راح أرجع على قناة التليجرام وأتمنى ترجعون معاي عشان تمشون وياي بنفس الأمثلة. طبعا أنا قاعد أطلع بس الصفقات اللي عطت خروج عشان يكتمل النموذج كامل قدامكم وتشوفون من نقطة الدخول إلى نقطة الخروج. عدد الصفقات اللي مفتوحة واللي لا زالت مفتوحة في القناة بسيط، أغلب الصفقات قاعد تتسكر، حتى لو كانت الصفقات خسرانة قاعدين يتصرفون فيها ويعطون تبريد ويطلعونكم منها. هذا مثال على صفقة عطت دخول وبعدين عكست وعطت خروج، عطت دخول ثاني تبريد، الثاني طلع بخمسين نقطة ربح، الأول كان عند نقطة الدخول الإغلاق، وهذا عادة ما يصير. نشوف الدولار فرانك على فريم النص ساعة. USD CHF، نفتح الشارت. طبعا الشارت هذا اذا تلاحظون اللي موجود الحين صفقة الذهب وصلت تقريبا
قريب حيل من نقطة الخروج، راح ارجع بعد شوي اوريكم اذا اكتملت. يعني اللي كان شاري من هني بعد شوي راح يقول له جيب فلوس، انت ماخذ ربح الحين كبير. تقريبا اذا كنت ماخذ 1 لوت تقريبا ربحك يعادل $1,000 خلال ساعتين او اقل حتى من ساعتين. اذا كان حسابك $1,000 وماخذ 1 مايكرو ربحان 10 نقاط، يعني المفروض $10. نروح على مثال ثاني وهو الدولار فرانك. نلاحظ ان الشباب ادخلوا في صفقة دولار فرانك باي على فريم 30 minutes. نشوفها مع بعض. الصفقة كانت بيوم 10 فبراير، هذه هي الصفقة واضحة. برجع اقول الشروط وطريقة الدخول وكل شيء يخص الصفقة هذه، وبعدين بتكلم عن الخروج وبرجع وياكم ورا عشان نتكلم عن الصفقة او المثال اللي اعطانا اول شيء دخول وعكس والتبريد ليش صار. لكن خلينا نتكلم على الصفقة هذه. احنا اعطانا دخول بتاريخ 10، هني حصل تقاطع للموفينج افريج، الاصفر تقاطع للاعلى بالشكل هذا، حصل التقاطع تحت الغيمة، تحقق الشرط الاول. حجم الغيمة في وقت التقاطع كان كبير. الشرط الثالث بأن خطين الموفينج أفريج راحوا في اتجاه عكسي. طبعا الشرط هذا احنا نقدر نشوفه قبل ما يحصل التقاطع. نلاحظ بأن خط الموفينج أفريج الأصفر غير اتجاهه هني. الشرط الرابع والأخير أن بعد ما حصل التقاطع السعر نزل ولمس خط الموفينج أفريج الأزرق واكتملت شروط الدخول. تحققت الفرصة بشراء من هني. السعر كان تقريبا عند 89.08 على الدولار فرانك، عطانا صفقة شراء. نلاحظ بأن السعر شوية بعدها نزل وبعدين ابتدى يصعد ويستقر فوق نقاط التقاطع، صعد عطاني ربح كبير هني ورجع نزل شوي وكمل إلين هني. لاحظ هني بأن الغيمة الثانية بدت وكبرت أعطتني الحجم هذا كله، والأصفر أعطاني الكيرف اللي إحنا ننطره هني. هذا الكيرف اللي تشوفونه هو إشارة الخروج. يعني اللي كان شاري من 89.08 المفروض كان يطلع هني عند 89.88 وهي إشارة الخروج. توقع سهلة، فهمتوها يعني. راح ارجع الحين اوريكم الصفقة اللي اصلا كانت قبلها، كانت في صفقة قبلها شراء على نفس التايم فريم الشباب كانوا داخلين فيها، لكن لو انا كنت بدخل ما راح ادخل فيها، واللي هي هذه. الشباب دخلوا من هني من 88.41 حسب. انا قاعد اتكلم، قاعد اراجع الفرص اللي موجودة في قناة التليجرام. انا شخصيا لو كنت ابي ادخل في الصفقه ما راح اتفق مع محمد وميسى اني اشتري الصفقه هذه، لان نلاحظ في وقت التقاطع هني حجم الغيمه كان وايد صغير. اسف، هني عطى شرهم واشتروا من هني، اعطاهم شويه ربح. لو كانوا داشين هني والمثال كان خاطئ كان المفروض يطلعون بالاول، لكن هم تموا بالصفقه حتى هني. يعني كان هذا المفروض الخروج الثاني، لكن هم ما طلعوا منه، انتظروا ورجعوا بردوا او خذوا التبريد من هني وطلعوا منه ثاني. راح اشوف بعد مثال ثاني، اتمنى نحصل مثال للبيع. شنو عندنا؟ الباوند كندي كانت بتاريخ 4 فبراير. باوند كندي خلينا نحطه. طبعا
طبعا الناس تسأل عن شنو العملات او شنو الازواج اللي تنصح بان احنا نشتغل فيها حسب الاستراتيجيه. اللي انصح انك تشتغل فيه بالاستراتيجيه كل العملات الرئيسيه وتقاطعاتها مع بعض. يعني عندك يورو، باوند، ين، كندي، استرالي، نيوزيلندي، هذه كل العملات وتقاطعاتها مع بعض تقدر تشتغل عليها. ما انصح انك تروح على شيء ثاني. طبعا حتى الذهب ممكن تشتغل فيه. انصحك تبتعد عن المؤشرات مثل داو جونز، ناسداك، S&P، وتبتعد عن النفط بعد، لان هذه الشغلات الاخبار تاثر عليها بشكل كبير، وانصحك توخر عنها. الباوند كندي خلينا نشوفه. كانت بتاريخ 4 الفريم نص ساعة. نرجع على تاريخ باوند كندي، نرجع على تاريخ 4 فبراير. طبعا يا جماعة ابي انوه على شيء، انا اليوم اللايف مال اليوم كان هو مجرد شرح للطريقة وشرح الاستراتيجية، وانا قاعد اشرح كذي حسيت ان الموضوع سهل بالتصوير، الشباب مو مقصرين قاعد يسوون لنا شيء وايد زين، فراح نختار ايام بالاسبوع يكون فيها حركة، راح نفتح اللايف، بس اللايف راح يكون مواعدني محسن صديقي مواعدني انه يسوي لي باليوتيوب انه تنفتح الكومنتس، فراح اسوي مثل جلسة على اليوتيوب نتداول فيها لايف، راح نركز بس على فريم الون مينت ونفتح صفقات لمدة 4 ساعات 3 ساعات، ممكن اخلي الكرسي وامشي. رجع اوكي. ها؟ كان النت عندنا داون فين ممكن ما للحين؟ لا النت الحين رد اوكي بس انا عندي باوند كندي يوم 4، خليني ارجع على الصفقة على ما انت تضبط امورك. اوكي. 4 فبراير باوند كندي باي اوكي. زين هني الشباب كانوا داخلين فيها، حتى انا ما كنت راح ادخل فيها، بس هذا مثال يعتبر نوعا ما جيد، ادخلوا فيه على الباوند كندي بيوم 4 فبراير من نقطة 74.28 شراء، السعر نزل والمفروض أعطاهم خروج، هذا اللي خذوه. طبعا هذا الزوج حركته وايد كبيرة، فعشان كذي تشوفون عدد النقاط الكبير، تقريبا أعطاهم 93 نقطة. نبي نشوف مثال ثالث. باوند استرالي كانت على 5 مينتس بتاريخ 5 مينتس، ونرجع في الشارت لغاية يوم 28 جانيوري 29. كان البيع من 79.20. هذه نقطة البيع على صفقة الباوند استرالي على 5 مينتس. طبعا الباوند استرالي راح اتكلم بعد شوي بالإدارة عن الأزواج اللي لها علاقة بالاسترالي، أو اللي تكون الاسترالي مقابل أي عملة ثانية،
دائما تكون حركته وايد. يا جماعه خفوا اللايكات شويه، ترى وايد قاعد يقطع اللايكات، وايد قاعد تطيح النت ترى، او قاعد تطيح الانستغرام. واقف اوكي. نلاحظ ان هني عندنا نقطه دخول، هذه الشباب حطوها في قناة التليجرام على 79.20 من هني، كانت صفقة بيع. لاحظ ان السعر لما كسرها هني كمل وعطانا اشارة الخروج من هني، تقريبا عطى 120 نقطة، حوالي 120 نقطة. شوفوا البيع من 79.20 راح 78، لا 80 نقطة، راح ل 78 50 او 52. فالزوج الازواج اللي هي الباوند استرالي، باوند ين، باوند استرالي بالدرجة الأولى، دائما حتى على الون منت راح تلاقيه ممكن يعطيك بيوم من الأيام 100 نقطة او 50 نقطة، حتى على تايم فريم صغير. من اسبوعين سويت ورشة في المكتب ودخلنا في صفقة باوند استرالي على الون منت، خذينا 120 نقطة واحنا قاعدين. فتنتبه على هالموضوع، لأن بالإدارة تحسب حسابك لما تدخل بصفقة فيها باوند استرالي، توقع أنك تحقق ربح أو خسارة بالحجم هذا. تمام؟ الحين راح نتكلم عن طريقة الإدارة، شنو اللي أنا أنصح فيه. شوفوا هذا مثال على الباوند استرالي، يعني هني عند النقطة هذه اللي هي هذه قاعد تشوفونها، هذه كانت نقطة بيع بالضبط، حصل التقاطع، الرسم كان دقيق حيل، اكتملت الشروط هني لما حصل التقاطع والسعر لامس خط الموفينج افريج، ابتدى ينزل بالشكل هذا، وهذه إشارة الخروج ما فيها تعقيد. لما يتدخل بالصفقة هني المفروض أطمن لما أشوفه يكسرها، لو رجع ما راح أخاف، يعني المفروض ما أهتز، لأن أكون حاط ببالي أن أنا داخل بكمية صحيحة وبنسبة إدارة مدروسة راح أتكلم الحين عنها. فإذا أعطاني تقاطع عكسي بالشكل هذا، يعني أعطاني أول شيء التقاطع دخلت عليه نزل ورجع أعطاني تقاطع عكسي بالشكل هذا، المفروض ما أخاف، أنا داخل طبيعي وداخل بإدارة ممتازة، راح أنطر لغاية ما المؤشر يعدل والسوق يتعدل بالشكل هذا وراح أطلع بعدين. هني أعطاني إشارة الخروج وكان لازم أطلع. ترى عليك يا جماعة لا أحد يطق لايك، قاعد تقول لايكات وايد. ترى وايد يسوي مشكلة اللايك. هنخلي عيننا على الصفقة هذه اللي هي الذهب اللي احنا كنا داخلين فيها من هني، نشوفه لوين رايح. قريب حيل راح يعطيني القيمة، شوفوا شلون قاعد تكبر، بدأت تعطيني الحجم المناسب. يا جماعة خفوا اللايكات، الله يرحم والديكم، لا حد يطق لايك، قاعد يعاندوني. ولما تطق لايك يعلق، في ناس ما راح تسمع. اوكي، فراح يصير في كيرف قريب هو اللي راح يعطيني إشارة الخروج. الحين راح اطلع امثله تكون عكست، وراح نشوف الصفقات اللي عاكسه شلون الواحد لازم يتصرف فيها.
دولار كندي نشوف. وينها؟ الدولار الكندي الكود ماله USD CAD، الناس اللي تسأل من وين نطلع الصفقات قاعد اطلعها من قناة التليجرام، كني قاعد اتناقش وياكم على الصفقات مالت التليجرام. وينها؟ اوكي، على 30 دقيقة نرجع. راح اوريك الحين بحالة الخسارة لما تدخل في الصفقة شنو احسن شيء ممكن تسويه. الصفقة كانت شراء بتاريخ 10 فبراير على فريم النص ساعة. راح نرجع بالشارت لتاريخ 10 فبراير، هذه كانت صفقة الشراء. اوكي، دخلوا فيها من نقطة 26.90 او يمكن تحت 90 بشوي. لاحظ بان السعر، طبعا انا لو كنت من برا كذي بشوفها ما راح اقتنع فيها، لان قاعد تشوفون بان قاعد يعطيني اكثر من تقاطع، وحجم الغيمة ما اعطاني الحجم المناسب او الحجم الكبير. لكن لنفترض ان احنا دخلنا كلنا من النقطة هذه او من الفرصة هذه، شوف شنو قاعد يصير معك. صعد، اعطاني ربح، اعطاني حوالي من 26.90 قلنا او 26.80، اعطاك لي 27.60، ما طلعوا منها الجماعة، تموا فيها. اوكي، نزل قاعد يخسرهم، نزل خسرهم ل 26.70، 26.17، يعني حوالي 60 نقطة 70 نقطة ما طلعوا. رجع مرة ثانية خسرهم بالشكل هذا ل 25.80، وبعدين قاعد يعطيهم فرص ثانية للدخول وللشراء، ولا زال موجود. طبعا هم سكروها، سكروا واحدة مقابل الثانية. شنو سووا؟ هذا أحسن خيار إذا أنت كنت داخل بصفقة وما عطتك خروج أو ما طلعت منها، يفترض أنك تتصرف وتاخذها مرة ثانية وتطلع منها. خليني أوريك شلون. هذه هي النقطة الأولى أو نقطة الدخول 26.30، 26.80 آسف. هني ياك ما أعطاك خروج، طلعت خسرت فيه، رجع مرة ثانية. المفروض في عندك أكثر من سيناريو للتعامل مع الخسارة. يا أنك، في ناس شو تسوي؟ يقول لك أنا والله أنا قاعد أدير حسابي صح، فلما يعطيني إشارة دخول شراء من نفس النقطة هذه، مجرد ما ادخل فيه اذا دخل وعطاني ربح راح اكمل بالصفقه. لكن اذا نزل، طبعا هو انا مساع قلت في بدايه الشرح انه هو موفينج افريج، والموفينج افريج ميزته متغير مع السوق. يعني اذا تلقى السوق ينزل عليك يخسرك، راح يعطيك تقاطع عكسي، كنا قاعد يقول لك انطرني راح انزل واعطيك اشاره ثانيه من تحت. فنلاحظ هني دخلت بصفقه شراء، صعد ما طلعت ولا اعطاك اشاره خروج، رجع نزل عليك مرة ثانية. لما يعطيك تقاطع بالشكل هذا، انت الحين خذيتها كذي، اعطاك تقاطع عكسك، التقاطع هذا اللي هو عكسك معناه بان انا راح انزل واعطيك صفقة ثانية مكتملة الشروط تحت تبرد منها. انت هني بالحالة هذه لو انا كنت في الصفقة هذه وشفته هني، انا عندي خيار اني يعني شفت شريت من الصفقة هذه من الدخلة هذه وشفت عطاني إشارة عكسي من هني، عندي خيارين. يا أما أني أنا أسكر وأقبل بربح بسيط من هني لأن المؤشر قاعد يقول لي أن راح أنزل شوي، أو أني أقول لا والله أنا داخل بإدارة ممتازة تسمح لي بأني أبرد
اذا نزل مره ثانيه راح اطلع من الاثنين، مثل ما الشباب سووا في قناه التليجرام. فانت عندك واحده من الثنتين، يا انك تقبل في الخساره هذه او الربح هذا اذا كان بسيط، هو ربح بسيط ممكن تسكر منه وتنتظر. شوف شوف الخساره هني زادت لما نزل مره ثانيه، الشباب بردوا هني، انطروا يرجع مره ثانيه وبردوا مره ثانيه من هني. اوكي، الاول كان من 26 80، الثاني من 26، فهو الافرج مالهم تقريبا عند 26 40. تمام. الصح اللي انا اشوفه طبعا، اذا بنرجع للامثله يمكن هذه الاولى صحيحه، الثانيه يمكن صحيحه، الثانيه مو صحيحه. دائما زوج الدولار كينيدي يمشي باتجاه يسمونه، حتى قبل يعطونا نكنيم، في ناس تعطي نكنيمز حق ازواج العملات، فيسمونه المخلص يعني، لانه دائما يمشي بالعرض وتلقاه دائما يصعد ويصحح. ف انا انصح اذا الواحد دخل، المفروض لما ادخل وادارتي تكون سليمه وصحيحه ما اطلع بوقت الخساره هذه، يفترض اني انا انتظر لغايه ما تعطيني اشاره صحيحه. تايم فريم النص ساعه عاده تكون الحركه فيه تاخذ وقت، يعني ممكن الصفقه اضرب فيها من اسبوع ل 10 ايام وهذا امر طبيعي. لو كنت ابي اطلع ما راح اطلع، لو كنت ابي اطلع حتى لو بخساره، اذا خذيت من هني ما راح اقبل بالخساره هذه، ممكن اطلع اذا اعطاني اشاره بالشكل هذا، كير فوق غيمه صغيره متوسطه او مناسبه بالشكل هذا راح اطلع منها. يعني مثل هني انا خذيتها من تحت، ممكن هني اطلع بربح 20 نقطه واصكه وانتظر مره ثانيه لما يعطيني اشاره ثانيه اعوض منها. هو الموضوع يعتمد على ادارتك، كميتك ايش كثر، وين لازم تطلع وين لازم تدخل، يعتمد على هالشيء. لكن لازم تعرف المؤشر شلون قاعد يشتغل بالضبط، حركه السوق شلون ماشي، وتبني عليه. بطلع مثال ثاني عشان زياده توضيح حق الخروج بالخساره. انا مو قاعد اثبتهم عدل لانه وايد وايد في صفقات مبردين عليها الشباب. اعتقد اليورو دولار كان في وايد، اليورو دولار على ربع ساعه في وايد كذي. خلينا نشوف اليورو دولار. اليورو دولار كان في وايد صفقات. انزين، هذا يمكن يعني يحتسب كمثال. شوفوا 19 فبراير عطى صفقة بيع، تمام؟ طبعا هي مو كاملة، لكن لنفرض انها كاملة بالشكل هذا، اعطاني صفقة بيع ودخلت من هني من 20.95، تمام؟ قلنا مساع بان السوق اذا عكس وكمل علي بالشكل هذا، السعر كمل علي لفوق، على طول راح نشوف المؤشر يعطيني اتجاه او يعطيني تقاطع عكسي مثل هذا. المفروض في بعض الناس لما تكون قاعد تشتغل بإدارة كبيرة، يعني قاعد يدخل بكميات كبيرة، المفروض لما يعطيه إشارة عكسه بالشكل هذا المفروض يطلع، لأنه داخل بكمية كبيرة وما يتحمل أنه هو ينطر لغاية ما السوق يصعد ويعطي صفقة ثانية للبيع ويبرد منها. فممكن من هني لما يعطيه إشارة عكسه يسكر وينتظر إشارة ثانية. فهو دخل هني تحمل الصعود هذا كله، دخل من 20.95 وتحمل ل 21.44 وهي تقريبا 50 نقطة، ورجع كمل عليه السوق مرة ثانية وراح لغاية 21.70. دخل من أول وحدة 20.95 وراح ل 21.70، يعني تقريبا 80 نقطة خسارة. ال 21.80 أو 21.70 هي الإشارة الصحيحة اللي لازم يبرد منها لو كان داخل من تحت. هني نقطة التبريد، لما دخل منها لاحظ نقطة الدخول هني كانت 100%. عادة تشوف ممكن ترى يعطيك تقاطع واحد، الثاني الثالث يكون 100% يهد حيله. فأنت إذا قاعد توازن بصفقاتك وقاعد تدير صح راح تقدر تطلع، إذا أنت كنت قاعد تحسب الكاش صح. هذه الصفقة الأخيرة اللي هي هني هي اللي نزلته، شوف شنو صار فيه، طيحت عليه 21.8، فيعني خلتك
تاخذ بالصفقه الثانيه ما يعادل 70 نقطه او 60 نقطه، والاولى تطلع منها بخساره 10 نقاط، فتطلع ربحان صافي تقريبا 50 نقطه. اتمنى تكون مفهومه طريقه التعامل معها. الكميات، وهذا المهم اللي لازم الكل يركز عليه، دائما المؤشر راح احطه بقناه التليجرام بعد شوي، المؤشر يعطيك ربح يشكل او يعادل كثر الخساره. يعني اذا بتايم فريم معين شفت اليورو دولار يعطيك ربح مثلا على فريم ال1 مينت يعادل مثلا 10 نقاط، تلاقي الخساره تقريبا تشكل منه 10 نقاط. فقبل ما تدخل بالصفقه المفروض تحسبها بانك انت متوقع بانك على تربح او تخسر على التايم فريم هذا ما يشكل 10 نقاط. يعني مثلا هذا مثالنا مال الذهب، انا دخلت بالذهب من 1786 قبل ما ادخل باللايف، شوفوا لاحظوا باقي تكه صغيره ويعطيني خروج من صفقه الذهب. انا لو كنت الحين بالسوق كان الحين طلعت، لانه خلاص معطيني تقريبا المعدل اللي انا حافظه ومتعود عليه وقاعد اتداول فيه، اعطاني لي 1801. يعني انا لو كنت داخل ب1 لوت على حساب ال 100,000 مالي كان انا الحين معطيني اكثر من 1600 دولار. اوكي؟ اللي بيتكلم عنه ان انا قبل ما ادخل بالصفقه راح نرجع او ترجع تشوف الزوج هذا او العمله هذه او المنتج هذا كم قاعد يعطيني معدل ربح في الصفقه. راح تلاحظ بان التايم فريم هذا مثلا 1 مينت بالذهب عاده ما يعطيك يعني من 1786 ل 1802، هذه تحسبها حوالي يعني 22 او شوف ككمل بعد شوف 1804 بعد شوي بيعطيك الخروج. انا يعطيني الخروج عشان اعطيك اياها بالضبط. لكن عاده هذا اللي نفرض انه مثال بيع، شوفه البيع كان 1809 اعطاك الخروج هني من 1809 ل 1791، احسبها 1809 نقصها من 1791 هذه 18 نقطة. تعال احسبها مرة ثانية، انت اشتريت من 1786 الين تقريبا 1802 1803 17 نقطة، هذه 17 وهذه 18، فتقريبا راح تلاقي الحركة بالربح او بالخسارة نسبة واحدة، فالافرج مالهم تقول من 15 ل 20 نقطة بالتايم فريم اللي انا اشتغل عليه. فيفترض ان قبل ما تدخل في الصفقة، انا مساع شلون كنت اقول لك ان لما تيجي تركب سيارتك تبي تروح الدوام تحط وقت تقديري وتحسب انت شلون راح تروح الدوام وايش كثر راح تاخذ وقت، انت قبل لا تدخل في الصفقة هذه تتوقع بانك راح تربح في الصفقة هذه من 15 الى 20 نقطة او تخسر كثرها. فيفترض بانك تحدد من راس مالك ما يشكل او يتحمل الخساره هذه، لنفرض ان راس مالك 1000 دولار او 10,000 دولار. زين؟ وانت مخصص للصفقه هذه بادارتك 1% خساره او ربح. اوكي؟ فنقول انا بدخل بالصفقه هذه اتوقع بانه يعطيني 20 نقطه، فبيحدد ان اربح بالصفقه هذه اللي هي 20 نقطه تقريبا 100 دولار اللي هي 1%. شنو راح اسوي؟ كم الكميه اللي راح ادخل فيها؟ طبيعي راح احط 5 مايكرو اللي هي 0.05، واركب الرقم والاداره هذه على اي صفقه بدخلها. بالحاله هذه لما ادخل بالصفقه راح اكون مطمن ان انا معدل الربح او الخساره مالي اللي حسابي يتحمله راح يشكل 5 مايكرو وهي تعادل 1%. تمام؟ راح اطلع بريك 5 دقائق واللايف الاخير راح افتح فيه الكومنتس عشان تسالون اللي تبونه. مشكورين.